بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نصدر الشغل من النافيس وركس لسينكرو. النافيس وركس ميزته ان الشغل بيتجمع فيه من اكتر من مكان، يعني هو بيقبل مثلا كتير مختلفة، تمام؟ فنقدر ننقل الشغل فيه منه بعد ما نجمعه هنا ننقله لنافيس وركس. النافيس وركس بيعمل حاجات والسينكرو بيعمل حاجات تانية، ممكن يكون النافيس وركس ميعملهاش حاجات كتير، يعني مش حاجة واحدة، كل برنامج فيهم تبع شركة متخصصة فبيبقى فيه اختلافات. من ضمن مثلا الحاجات ان انت بتعمل الجدول الزمني هنا على نفس اوركس، بس لما تيجي تصدره بالـ 3 دي ماكس بيصدره كتلة واحدة، ما بيصدروش بالجدول الزمني. فالسينكرو بيعمل الموضوع دوت، فانت ممكن تخلص شغل هنا وتنقله هناك عشان الميزة دي، ان انت عايز تعمل رندر حلو على ال 3 دي ماكس. زائد في حاجات كتيرة جدا السينكرو بيعملها زي السيفتي، زي في حاجات خاصة بإدارة المشاريع. فأنا أقول له هنا اكسبورت هيدن من البلاجن سيتنج، اكسبورت هيدن 3 دي اوبجكت، لو في حاجة معمول لها هيدن تصدر ولا لأ، لو في حاجة واير فريم تصدر ولا لأ، الخصائص تصدر ولا لأ، ال 3 دي فلتر، التاسك، البيلد ريسورس، الحاجات ايه الحاجات اللي انت عايز تصدرها، تمام؟ فشوف ايه واقول له اوكي، وبعد كده ادخل هنا اقول له انا عايز اصدر. بيقول لي عايز تصدر ملف فين؟ الملف امتداد اس بي اكس، اقول له صدره لي على الديسكتوب، سيف. ممكن اجي هنا اقول له افتح لي الديسكتوب، اضغط على الديسكتوب، شوف الملف ده، طيب هاجي هنا في سينكرو وهقول له فايل اوبن، واقول له افتح لي الديسكتوب، الاقي الملف اهوت، واقول له اوبن، ده افتح شغل، يبدأ يفتح لي المشروع هو بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت عليه، تقدر تشوف كل التفاصيل اللي انت عايزها من هنا، تقدر تشوف ال 3 دي فلتر، الريسك، الانيميتر، الانيميشن، التاسك ستيتس، وهكذا. طيب لو انا جيت فتحت اللفت وركس وما لقيتش عندي البلاجن دوت، اعمل ايه؟ بكل بساطة هتخش على موقع السينكرو وتخش على بلاجن، هتلاقي عندك الريفت والنفس وركس والبرامافيرا والمايكرو ستيشن والسكتش اب، تقدر تسطب منهم. وتقدر تسطب تجيب مننا البرنامج، وتقدر تتكلم مع الشركة نفسها تقول لهم انا محتاج البرنامج ده، فهم يبعتوا لك.